سفر يشعياهو أو أشعياء. إعلان ليشعياهو بن آموس الذي نظره بخصوص يهوذا ويروشاليم في أيام عزياهو ويوثام وآحاز ويحزقياهو ملوك يهوذا. اسمعي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض، لأن يهوى تكلم. عظمت أبناء ورفعتهم، أما هم عصوني. الثور يعرف قاني والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يتبين. آه للأمة المخطئة، الشعب الثقيل الذنب، نسل أشرار، أبناء مفسدين، تركوا يهوى، استهانوا بقدوس إسرائيل، تغربوا للوراء. علامة تضربون بعد، تزدادون ردة، كل الرأس كليل وكل القلب دوي، من كف القدم حتى الرأس بلا تمام، بل كدمة وجلدة ونكاية طرية، لم تعصر ولم تسرج ولم ترقق بالزيت. بلادكم دهشة، مدنكم مصلية بالنار، أدمتكم يأكلها دخلاء أمامكم، فهي دهشة من انقلاب الدخلاء. قد بقيت ابنة صهيون كمظلة في كرم، ككوخ في مقفأة، كمدينة مصونة. لولا أن يهوى صباؤوت أبقى لنا شاردا ضئيلا، لصرنا كسدوم وفي هيئة عمورة. اسمعوا كلمة يهوى يا حكام سدوم، اصغوا إلى توراة إلهنا يا شعب عمورة. لماذا لي كثرة ذبائحكم؟ يقول يهوى، شبعت محرقات أيائل وشحم مسمنات، وبدم فحول وحملان وجداء لا أسر، حينما تدخلون لتتراءوا أمامي. من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري؟ لا تعودوا تدخلون بمنحة باطلة، البخور فحش لي، رأس الشهر والسبت ونداء الاجتماعات المقدسة، لست أطيق غم اعتكافكم. رؤوس شهوركم ومواعيدكم بغضتها نفسي، صارت لي عبئا، ضجرت من حملها. فحين تبسطون كفوفكم أخفي عيني عنكم، وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة دما. ارحضوا ذواتكم، تزكوا، نحوا شر معاملاتكم من أمام عيني، ووقفوا الشر، تعلموا الخير، اطلبوا التدبير، لتصروا بالحنس، دبروا لليتيم، تنازعوا لأجل الأرملة. هلما فضلا للتوبيخ، يقول يهوى، إن كانت أخطاؤكم كالقرمز تلبن بياضا كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف، إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض، وإن أبيتم بمرارة تؤكلون بالسيف، لأن فم يهوى تكلم. كيف صارت القرية الأمينة زانية، الملآنة تدبيرا التي بات فيها البر، وأما الآن فالقاتلون. صارت فضتك زغلا، ومسكرك مغشوشا بمياه، أمراؤك معاندون، ومرابطوك لصوص، كل واحد منهم يحب الرشوة ويطارد العطايا، لا يدبرون لليتيم، ونزاع الأرملة لا يدخل إليهم. لذلك وحي السيد يهوى صباؤوت رب إسرائيل، آه إني أتأسى من مضرية وأنتقم من أعدائي، وأعود بيدي عليك، وأنقي زغلك بصفاء، وأنزع كل قصديرك، وأعيد مدبريك كرؤساء ومشيريك كما في الأول. بعد ذلك تدعينا مدينة البر، القرية الأمينة، صهيون تفدى بالتدبير، ومن يعودون إليها بالبر، ويكسر العصاة والمخطئون جميعا، وتاركوا يهوى يفنون، فتخجلون من الأيائل التي اشتهيتموها، وتخزون من الجنات التي اخترتموها، لأنكم تصيرون كبطمة تندثر وريقاتها، وكجنة بلا مياه، ويصير الصلد نفاضة وفعله شرارا، فيحترقان كلاهما معا وليس من يطفئ. الكلام الذي نظره يشعياهو بن آموس على يهوذا ويرشاليم. في آخر الأيام يكون جبل يهوى معدا في رأس الجبال، محمولا فوق التلال، وتنهر إليه كل الأمم، وتسير إليه شعوب كثيرة، يسيرون قائلين نصعد إلى جبل يهوى إلى بيت إله يعقوب، فيرشدنا لطرقه ونسلك في سبله، لأن من صهيون تخرج التوراة وكلمة يهوى من يروشاليم. فيدبر بين الأمم ويوبخ شعوبا كثيرة، فيفتتون سيوفهم سككا ورماحهم مناجلا، لا ترفع أمة على أمة سيفا، ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. يا بيت يعقوب هلما نسير في نور يهوى، قد نتشت شعبك بيت يعقوب لأنهم امتلأوا من تأثير الشرق، فهم منجمون كالفلسطينيين، فيصفعون كأولاد الغرباء. وقد امتلأت أرضهم فضة وذهبا ولا حد لخزائنهم، امتلأت أرضهم خيلا ولا حد لمركباتهم، وامتلأت أرضهم أدعياء يسجدون لعمل أيديهم لما صنعته أصابعهم.
فينحى آدمي وينخفض رجل ولا ترفعه، ادخل إلى الصخرة واختبئ في الغبار من أمام فزع يهوى ومن نضارة جاهه، ينخفض شموخ عيني الآدمي وينحني ترفع الناس ويسمو يهوى وحده في ذلك اليوم. فإن يوم يهوى صباؤوت على كل وجيه ومرتفع وعلى كل محمول فينخفض، وعلى كل أرض لبنان المرتفع المحمول، وعلى كل بلوط باشان، وعلى كل الجبال المرتفعة، وعلى كل التلال المحمولة، وعلى كل برج عال، وعلى كل سور منيع، وعلى كل سفن ترشيش، وعلى كل صنعة مشتهاة، فينحي شموخ الآدمي وينخفض ترفع الناس ويسمو يهوى وحده في ذلك اليوم، ويتخلف الأدعياء كليا ويدخلون مغاير الصخور وفي حفائل الغبار من أمام فزع يهوى ومن نضارة جاهه عند قيامه ليرعص الأرض. في ذلك اليوم يطرح الآدمي أدعياءه الفضية والذهبية التي صنعت له للسجود للجرزان والخفافيش، ليدخل في نقر الصخور في صدوع الأجراف الصخرية من أمام فزع يهوى ومن نظارة جاهي عند قيامه ليرعص الأرض. توقفوا عن الآدمي لأنه ماذا يحسب؟ فها سيدي يهوى صباؤوت ينحي الدعم والدعامة من يروشاليم ومن يهوذا، كل دعم خبز وكل دعم مياه، الجبار ورجل الحرب، المدبر والنبي والمعزم والشيخ، أمير الخمسين والمعتبرة والمشيرة وحكيم النقاشين والمبين بالرقية، وأجعل غلمانا أمراء لهم ومعلولين يتسلطون عليهم، ويسخر رجال الشعب بعضهم الرجل صاحبه، يتجرأ الغلام على الشيخ والقليل الشأن على المجيد، إذا قبض رجل بأخيه في بيت أبيه قائلا لك رداء فتكون لنا حاكما، وهذه المقصلة تحت يدك، فيتحامل في ذلك اليوم قائلا لا أكون سراجا وفي بيتي لا يوجد خبز ولا ثوب، لا تجعلوني حاكم الشعب. فيروشاليم تعثرت ويهوذا سقط لأن لسانهما ومعاملتهما ضد يهوى لمرارة عيني مجده، ميزة وجوههم تشهد عليهم وهم يخبرون بخطئهم كسدوم لا يخفتونه، ويل لنفوسهم لأنهم يصنعون لهم شرا، قولوا للبار خير لأنهم يأكلون ثمر معاملاتهم، ويل للمجرم شر لأن مجازاة يده تعمل له، شعبي مسخروه أولاد ونساء يتسلطن عليه، يا شعبي مشيروك أتاهوك وبلعوا طريق سبلك. قد انتصب يهوى للنزاع، فوقف لدينونة الشعوب. يهوى يدخل في تدبير مع شيوخ شعبه وأمرائهم، أنتم قد أحرقتم الكرمة وسلبتم العاني في بيوتكم، ما لكم تسحقون شعبي وتطحنون وجوه العانيين؟ وحي سيدي يهوى صباؤوت. فقال يهوى من أجل أن بنات صهيون يتعالين ويسرن ممدودات حناجرهن وغامزات بعيونهن ومدللات في سيرهن ويخشخشن بأقدامهن، يصيب سيدي هامة بنات صهيون بالجرب ويعري يهوى عورتهن. ينحي السيد في ذلك اليوم زينة العقص والوشائح والأهلة والحلق وحلي السرة والأراعيل والعصائب والخلاخل والزنانير وصناديق النشوق والرقيات والخواتم وخزائم الأنف والعباءات والمعاطف والشالات والخرائط والمرايا والأزدان والطواقي والأزر، فيكون تحت الطيب عفونة وتحت المئزرة حبل وتحت الضفائر قرعة وتحت الطيلسان زنارة مسح وتحت الجمال كي، أنفارك يسقطون بالسيف وجبابرتك في الحرب فتئن وتنوح بواباتها وفي نقاء تجلس على الأرض. فتشد سبع نساء رجلا واحدا في ذلك اليوم قائلات نأكل خبزنا ونلبس أرضيتنا، ليدعى فقط اسمك علينا، ضمنا لك لأجل مزلتنا. في ذلك اليوم يكون نبت يهوى كظبي مجيد وثمر الأرض جاها وزينة للفالتين من إسرائيل، ومن ينجو في صهيون ومن يبقى في يروشاليم يسمى مقدسا، كل من كتب للحياة في يروشاليم. إذا رحض سيدي قذارة بنات صهيون وشطف دم يروشاليم من وسطها بروح التدبير وبروح الإحراق، يخلق يهوى على كل مستقر في جبل صهيون وعلى اجتماعاتها المقدسة سحابة نهارا ودخانا ولمعان نار ملتهبة ليلا، فعلى كل مجد يكون خدرة ويكون هناك مظلة للظل من الحر نهارا ولملجأ وللستر من السيل ومن المطر.
لأغني عمن أوده أغنية، عن كرم من أوده، كان لمن أوده كرم على أكمة خصبة، فعزقه ورشق حجارته وغرسه كرما شارقا، وبنى برجا وسطه وحفر فيه أيضا معصرة، فانتظر أن يصنع عنبا فصنع حامضا. والآن يا سكان يروشاليم ورجال يهوذا، دبروا فضلا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع لكرمي أيضا وأنا لم أصنعه؟ لماذا إذ انتظرت أن يصنع عنبا صنع حامضا؟ فالآن أعرفكم فضلا ماذا أصنع بكرمي، أنحي سياجه فيصير للحرب، أفجر جدرانه فيصير مداسا، وأجعله مجدبا لا يقلم ولا يعذر، فيطلع منه شبار وشيط، وأوصي الغيم فلا تمطر عليه مطرا. كرم يهوى صباؤوت هو بيت إسرائيل، وغرس لذته رجال يهوذا، فانتظر تدبيرا فإذا هو مسفوك، وبرا فإذا صرخة. ويل لمن يلمس بيتا ببيت فيقربون حقلا لحقل حتى لم يبقى مكان، فصرتم تسكنون وحدكم وسط الأرض. في أذني قال يهوى صباؤوت إلا أن بيوتا كثيرة تصير دهشا، بيوتا كبيرة وحسنة بلا ساكن، لأن عشرة أزواج كروم تصنع بثا واحدا، وحومر بذار يصنع إيفة. ويل للمبكرين صباحا ليطاردوا المسكر، للمتأخرين في الشفق يدلقهم الخمر، وصارت القيثارة والقرب والدف والناي والخمر ولائمهم، وإلى فعل يهوى لا ينظرون، وعمل أيديه لا يرون، لذلك تم إجلاء شعبي لعدم المعرفة، ومجده صار كنفر في جوع، وحشده ظامئين من العطش، لذلك وسعت الهاوية نفسها وفغرت فاها بلا حد، فينزل إليها نضارة شعبي وحشده وهياجه والمبتهج فيه، وينحى كل آدمي، وينخفض الرجل وعيون الجبابرة، ويتعالى تدبير يهوى صباؤوت، ويتقدس الإله القدوس بالبر، وترعى الحملان حيثما تساق، وخرائب السمان يأكلها المهاجرون. ويل لماسك الذنب بحبال الباطل والخطأ وكأنه بوسق العجلة، القائلين ليسرع ليحث عمله لنرى، ولتقترب وتدخل مشورة قدوس إسرائيل لنعلم. ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا، الواسمين الظلام نورا والنور ظلاما، الواسمين المر حلوا والحلو مرا. ويل للحكماء في عيون ذواتهم والأبيان عند ذواتهم. ويل للجبابرة بشرب الخمر والمقتدرين على مزج المسكري، يبررون المجرم عاقبة للرشوة، وأما بر الأبرار فينزعونه منهم. لذلك كما يأكل لسان النار القشة ويهبط الحشيش الملتهب، يكون جذرهم كالعفونة ويصعد ظهرهم كالغبار، لأنهم رفضوا توراة يهوى صباؤوت واستهانوا بكلام قدوس إسرائيل. من أجل ذلك التهب غضب يهوى على شعبه، ومد يده عليه وضربه حتى رجدت الجبال، وصارت جثثهم كالزبل في الأزقة. مع كل هذا لم يرتد غضبه، بل يده ممدودة بعد، فيرفع راية للأمم من بعيد ويصفر لهم من أقصى الأرض، فإذا هم بسرعة وخفة يدخلون، ليس فيهم مرهق ولا متعثر، لا ينعسون ولا ينامون، ولا تنفتح أحزمة حقائبهم، ولا تنطق سيور نعالهم، الذين سهامهم مشحزة وكل قصيهم سائرة، حوافر خيلهم كصخر وبكراتهم كالزوبعة، لهم زمجرة السبع فيزمجرون كأجبال، ويهرون ويحوزون الفريسة ويفلتون ولا منقذ، يهرون عليهم في ذلك اليوم كهدير البحر، فإذا نظر إلى الأرض فهذا ظلام وضيع، والنور قد أظلم بسحبها. في سنة وفاة عزياه الملك، رأيت سيدي جالسا على عرش مرتفع محمول، وأهدابه تملأ الهيكل، الصرافيم واقفون فوقه، لكل واحد ستة أجنحة، بإثنين يكسو وجهه، وبإثنين يكسو قدميه، وبإثنين يطير. وهذا نادى ذاك قائلا: قدوس 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 يهوى صباؤوت، مجده ملء كل الأرض. فناعت أزرع الصفائح من صوت المنادي، وامتلأ البيت دخانا، فقلت: ويل لي، قد انقرضت، إني إنسان ملوث الشفتين، وأنا وسط شعب ملوث الشفتين، لأن عيني قد رأت الملك يهوى صباؤوت. فطار إلي واحد من الصرافيم وبيده رصفة مشتعلة، قد أخذها بملقة من على المسبح، ولمس بها فمي قائلا: هذه قد لمست شفتيك، قد تنحى ذنبك وكفر عن خطائك. ثم سمعت صوت سيدي يهوى قائلا: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت: ها أنا، أرسلني.
فقال: اذهب وقل لهذا الشعب اسمعوا سمعا ولن تتبينوا، ولتروا رؤية ولن تعرفوا، سمن قلب هذا الشعب وثقل أذنيه وزغلل عينيه لئلا يرى بعينيه ويسمع بأذنيه ويتبين بقلبه ويعود فيشفى. فقلت: إلى متى سيدي؟ فقال: إلى أن تنهار المدن فتصير بلا ساكن والبيوت بلا آدمي، وتنهار الأدمة وتدهش، ويبعد يهوى الآدميين فتكثر المناطق المطروقة وسط الأرض، ولكن أيضا يعود إليها عشر ويصير للحرق كالبطمة والبلوط، والتي وإن قطعت فلها مصطبة نسل مقدس في مصطبتها. وحدث في أيام أحاز بن يثاب بن عزياه ملك يهوذا أن راصين ملك أرام صعد مع فقح بن رملياه ملك إسرائيل إلى يورشليم لمحاربتها، فلم يقدر أن يحاربها، وأخبر بيت داود وقيل له: قد استقرت آرام في أفرايم، فناع قلبه وقلوب شعبه كنياع شجر الوعر أمام الريح. فقال يهوى ليشعياه: اخرج فضلا لمقابلة أحاز أنت وشار يشوب ابنك إلى طرف قناة البركة العليا إلى مسار حقل القصار، وقل له: تحفظ واسكت، لا تتهيب ولا يرق قلبك من أجل ذنبي هذين المشعلين المدخنين بلهب غضب رصين آرام وابن رملياه، لأن آرام تشاورت عليك بشر مع أفرايم ابن رملياه قائلين: نصعد على يهوذا ونقوضها ونفلقها ونملك وسطها ملكا ابن طبائيل، هكذا يقول سيدي يهوى لا تقوم ولا تكون، لأن رأس آرام دمشق ورأس دمشق راصين، وفي مدة 65 سنة يخاف أفرايم من أن يكون شعبا، ورأس أفرايم السامرة ورأس السامرة ابن رملياه، إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا. ثم عاد يهوى فكلم أحاز قائلا: اسأل لك علامة من يهوى إلهك من عمق الهاوية أو عليه للعلاء. فقال أحاز: لا أطلب ولا أجرب يهوى. ثم قال: اسمعوا يا بيت داود، هل هو ضئيل لكم أن تضجروا الناس حتى تضجروا إلهي أيضا؟ ولكن يعطيكم سيدي هو لكم علامة، هل فتاة تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل زبدا وعسلا يأكل حتى يعرف أن يرفض الشر ويختار الخير؟ لأنه قبل أن يعرف الغلام أن يرفض الشر ويختار الخير تترك الأدمة التي قوضتها أنت من وجهي مليكيها. يدخل يهوى عليك وعلى شعبك وعلى بيت أبيك أياما لم تدخل منذ يوم يوم تنحي أفرايم عن يهوذا مع ملك آشور. وفي ذلك اليوم يصفر يهوى للذباب الذي في أقصى بحيرات مصر وللنحل الذي في أرض آشور، فتدخل وتستقر كلها في الأودية البطحاء وفي نتوءات الأجراف الصخرية وفي كل الشائكات وكل المناهل. في ذلك اليوم يحلق سيدي الرأس وشعر القدمين بموسى مستأجرة، ويلاشي الذقن أيضا لملك آشور عبر النهر. وفي ذلك اليوم يحيي الرجل عجلة بقر وشاتين من الغنم، ويكون من كثرة صنعها الحليب يأكل زبدا، فكل من يبقى في الأرض يأكل زبدا وعسلا. وفي ذلك اليوم كل مكان كان فيه 1000 كرمة بألف من الفضة يكون للشمار والشيط، بالسهام والقوس يؤتى إلى هناك، لأن كل الأرض تكون شمارا وشيطا، وكل الجبال التي تعذر بالمعزق لا تدخلونها روعا من الشمار والشيط، فتكون لتمديد الثور ومداسا للشاه. وقال لي يهوى: خذ لك مرآة كبيرة واكتب عليها بقلم إنسان لمهير شلال حاش بز، وأحذركم بمحذرين أمناء لي أورياه الكاهن وزكرياه ابن يبرخياه. فاقتربت إلى النبية فحبلت وولدت ابنا، فقال لي يهوى: ادعو اسمه مهير شلال حاش بز، لأنه قبل أن يعرف الغلام أن يدعو يا أبي ويا أمي تحمل مقدرة دمشق وسلب السامرة أمام ملك آشور. ثم قال أيضا كلمة يهوى: لأن هذا الشعب رفض مياه شيلوه الجارية بمهل وابتهج برصين وابن رملياه، لذلك ها سيدي يصعد عليهم مياه النهر العظيمة والكثيرة ملك آشور وكل مجده، فيصعد فوق كل غدرانه ويجري فوق كل شطوطه، ويخلف يهوذا فيغسلها ويعبر يبلغ العنق، ويكون امتداد جناحيه ملء عرض أرضك يا عمانوئيل. سووا أيها الشعوب وخافوا، واصغي كل أرض بعيدة، تحزموا وخافوا، تحزموا وخافوا، تشاوروا مشورة فتنكث، تكلموا كلمة فلا تقوم، لأن الإله معنا.
فإنه هكذا قال لي يهوى بشدة اليد وأدبني لألا أسير في طريق هذا الشعب قائلا: لا تقولوا تقريشا لكل من يقول له هذا الشعب تقريشا، ولا ترتعبوا ولا تهابوا ولا ترعصوا، قدسوا يهوى صباؤوت فهو يرعبكم وهو يرعصكم، ويكون مقدسا وحجر نقف وصخرة عثرة لبيت إسرائيل، وفخا وشرقا لسكان يروشاليم، فتعثر بها كثيرون ويسقطون فينكسرون ويصادون فيؤسرون. سر الشهادة تم توراة لتلاميذي، فاصطبر ليهوى الساتر وجهه عن بيت يعقوب وانتظروا. ها أنا والأبناء الذين أعطاني يهوى كعلامات كآيات في إسرائيل من عند يهوى صباؤوت الساكن في جبل صهيون. فإذا قالوا لكم اطلبوا وسطاء الأرواح والتوابع المصففين واللاهجين، تقل: ألا يطلب شعب من إلهي أم الأحياء من الموتى؟ إن لم يقولوا هذا الكلام إلى التوراة وإلى الشهادة فليس لهم فجر، فيعبرون فيها ويقاسون جوعا، وفي جوعهم يقصفون ويقللون ملكهم وإلههم ويتحولون عن العلاء، ويحدقون للأرض وإذا ضيقة وظلام قتام الضيق وغوايتهم إلى الدجية. ولكن لن يكون قتام لمن عليها ضيق، كما أن الوقت الأول قد قلل أرض زبلون وأرض نفتالي، يمجد الأخير طريق البحر عبر الأرض جليل الأمم. الشعب السائر في الظلام رأى نورا عظيما، الجالسون بأرض ظل الموت أشرق عليهم نور. أكثرت الأمة عظمت لها السعادة، يسعدون أمامك كسعادة الحصاد، كالذين يفرحون عندما يقتسمون سلبا. لأن نير عبئه وعصا كتفه وسبط مسخره خوفتهم كيوم مديان، فكل صائن يصون من رعش، وكل رداء صار مكللا بالدم، ويكون للحريق مأكلا للنار. لأنه يولد لنا ولد ومعطى ابنا، وتكون السلطة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها جبارا أبا الأبدية أمير السلام. لنمو سلطته ولسلامه لا نهاية، يجلس على عرش داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بتدبير وبر من الآن وإلى أبد الدهر. غيرة يهوى صباؤوت تصنع هذا. أرسل سيدي كلاما في يعقوب فسقط في إسرائيل، فيعرفه الشعب كله، أفرايم وسكان السامرة القائلون بجاه وبعظمة قلب: قد سقط النبني بحجارة منحوتة، جدع الجميز فنخلفه بأرز. عندها يسمو يهوى فوق مضريه من رصين، ويظلل أعداءه الآراميين من أمام والفلسطينيين من وراء، فيأكلون إسرائيل بكل الفم. ومع كل هذا لم يرتد غضبه، بل يده ممدودة بعد. الشعب لم يعد إلى ضاربه، لم يطلب يهوى صباؤوت. لهذا يقطع يهوى الرأس والذنب من إسرائيل، النخل والأسل في يوم واحد، الشيخ والمعتبر هما الرأس، والنبي الذي يعلم بالزور هو الذنب. مشيروا هذا الشعب مضلون، شيروه مبتلعون. لأجل ذلك لا يسعد السيد بعزابه، ولا يرحم أيتامه وأرامله، فكلهم نجسون وفاعلوا شر، وكلهم فم يتكلم بالقباحة. مع كل هذا لم يرتد غضبه، بل يده ممدودة بعد. الفجور يحرق كالنار، فتأكل الشمار والشيط، وتشعل غاب الوعر، فيأبق الدخان بخيلاء. بفورة يهوى صباؤوت تحرق الأرض، ويكون الشعب كمأكل للنار. لا يشفق الإنسان على أخيه، يجزرون على اليمين فيجوعون، ثم يأكلون على اليسار فلا يشبعون، يأكلون كل واحد اللحم ذراعي. منسى لأفرايم وأفرايم لمنسى، وهما معا على يهوذا. مع كل هذا لم يرتد غضبه، بل يده ممدودة بعد. ويل للذين يشرعون شرائع بالغم، والكتبة الذين يكتبون عن المشق، ليصدوا الفقراء عن القضاء ويختلسوا التدبير من عني شعبي، لتكون الأرامل أسلابهم ولينهبوا الأيتام. ماذا تفعلون في يوم الافتقاد حين يدخل السوء من بعيد؟ إلى من تفرون للمعونة؟ وأين تتركون مجدكم؟ إما يرتعون تحت الأسرى، وإما يسقطون تحت القتلى. مع كل هذا لم يرتد غضبه، بل يده ممدودة بعد. ويل لآشور سبط غضبي، والعصا في يدهم هي سخطي. في أمة نجسة أرسله، وعلى شعب فورته أوصيه، ليسلب سلبا وينهب نهبا، ويجعلهم مدوسين قطين الأزقة. أما هو فلا ينوي هكذا، ولا قلبه هكذا، بل في قلبه أن يهلك ويقطع أمما ليست ضئيلة، فيقول: أليس أمرائي جميعا ملوكا؟ أليست كلنو مثل كركميش؟ أليست حماته مثل أرفاد؟ أليست السامرة مثل دمشق؟ كما أصابت يدي ممالك الأدعياء التي
أصنامها المنحوتة أكثر من التي يروشاليم للسامرة؟ أفليس كما صنعت بالسامرة وبأدعيائي أصنع بيروشاليم وأصنامها؟ فيكون متى غنم سيدي كل عمله بجبل صهيون وبيروشاليم أني أفتقد ثمر عظمة قلب ملك آشور وفخر ترفع عيني، لأنه قال: بقوة يدي صنعت وبحكمتي لأني بين، فنقلت حدود شعوب وغنمت ذخائرهم وأنزلت الملوك كبواسل من مقاعدهم، فأصابت يدي مقدرة الشعوب كعش، وكما يضم بيض مهجور ضممت أنا كل الأرض، فلم يندو جناحا ولم يفضي أو يصفصف فمن. هل تفخر الفأس على من يحفر بها؟ أو يتكبر المنشار على من يلوحه؟ أو السبط يلوح رافعه؟ أو ترفع العصا من ما ليس عودا؟ لذلك يرسل يهوى صباؤوت على سمانه هزالا، ويوقد تحت مجده وقيدا كوقيد النار، ويصير نور إسرائيل نارا وقدوسه لهيبا، فيحرق ويأكل شيطه وشماره في يوم واحد، وينهي مجد وعره وكرمله النفس وحتى اللحم، فيكون ذوبان المريض، وبقية أشجار وعره تكون قليلة حتى يمكن أن يكتبها ويحصيها غلام. وفي ذلك اليوم لا يعود أيضا بقية إسرائيل والفالتين من بيت يعقوب يتوكلون على ضاربهم، بل يتوكلون على يهوى قدوس إسرائيل بأمانة. تعود البقية بقية يعقوب إلى الإله القدير، لأنه وإن كان شعبك يا إسرائيل كرمل البحر تعود بقية، حرصت نهايتهم بغسل البر، لأن سيدي يهوى صباؤوت حرص النهاية وسط كل الأرض. ولكن هكذا يقول سيدي يهوى صباؤوت: لا تتهيب يا شعبي الجالس في صهيون من أن يضربك آشور بسبط أو يرفع عصا عليك كطريقة مصر، فبعد ضئيل جدا حنقي ينهيهم وغضبي يبتليهم، ويوقظ عليه يهوى صباؤوت صوتا كضربة مديان عند صخرة غراب وعصاه فوق البحر فيحملها كطريقة مصر. وفي ذلك اليوم يزول عبئه عن كتفيك ونيره عن عنقك ويرتهن النير من وجه الزيت. قد دخل عياث عبر بمجرون، وضع في مخماش أمتعته، عبروا المعبرة، باتوا في جبع، ارتدت الرامة، فرت جعبة شاول. اصهلي بصوتك يا بنت جليم، انصتي يا ليشة، عانية هي عانوس، ندت مدمينة، تعوز سكان جبيم. اليوم يقف في نوب يلوح يده على جبل صهيون أكمت يروشاليم. السيد يهوى صباؤوت يقسم الفرعة التي رعصها، ومرتفع القامة يجدعون، والمتشامخون ينخفضون، ويحفف غاب الوعر بالحديد ويسقط لبنان بمدير. ويخرج قضيب من جذع يسة ويحمل غصنا من جذوره، ويستقر عليه روح يهوى، روح الحكمة والبينة، روح المشورة والجبروت، روح المعرفة وهيبة يهوى، ويتنسم من هيبة يهوى، فلا يدبر كمرأة عيني ولا يوبخ كسمع أذني، بل يدبر بالبر للفقراء ويعاتب بسهولة ودعاء الأرض، ويضرب الأرض بسبط فمه ويميت المجرم بنفخة شفتيه، ويكون البر حزام متنه والأمانة حزام حقويه، فيهاجر الذئب مع الحمل، ويربض النمر مع الجدي الصغير، والعجل والشبل والمسمن جميعا، وأقل غلام يسوقها، والفحلة والدبة طلعيان وتربض أولادهما معا، والأسد كالبقر يأكل تبنا، ويتلذذ الرضيع فوق فجوة الكبرى، ويمد الفطيم يده فوق ثلمة الأفعوان. لا يصيبهم شر ولا يفسدون في كل جبل قدسي، لأن الأرض تمتلئ من معرفة يهوى كما تكسو المياه البحار. وفي ذلك اليوم يقف جذر يسى راية للشعوب، إياه تطلب الأمم وتكون محلته مجدا. وفي ذلك اليوم يعيد سيدي يهوى يده ثانية ليقتني بقية شعبه التي بقيت من آشور ومن مصر ومن فتروس ومن كوش ومن عيلام ومن شنعار ومن حمات ومن سواحل البحر، ويحمل راية للأمم، فيضم مندحري إسرائيل ويجمع مبعثري يهوذا من أربعة أطراف الأرض، فتتلحى غيرة أفرايم وينقطع مضر يهوذا، أفرايم لا يغار من يهوذا ويهوذا لا يضر أفرايم، ويطيران فوق أكتاف الفلسطينيين جهة البحر، وينهبون معا بني الشرق، تمتد يدهما على آدوم ومؤاب، ويسمع لهم أبناء عمون، ويحرم يهوى لسان بحر مصر، ويلوح يده على النهر بقيز ريحه، ويضرب إلى سبع جداول، ويطأ عليه بالنعال، ويكون مسار لبقية شعبه التي بقيت من آشور كما كان لإسرائيل يوم صعوده من أرض مصر.
فتقول في ذلك اليوم: أشكرك يا يهوى، فحتى لو أنفت مني يرتد غضبك فتواسيني. ها إلهي خلاصي فأطمئن ولا أفزع، لأن ياه يهوى عزي وترنيمتي وهو لي خلاص. فتستقون مياها ببهجة من ينابيع الخلاص وتقولون في ذلك اليوم: اشكروا يهوى، ادعوا باسمه، عرفوا بين الشعوب بمعاملاته، ذكروا بأن اسمه قد سما، رنموا ليهوى لأنه قد صنع خيلاء ليعرف هذا معرفة في كل الأرض. اصهلي واهتفي يا ساكنة صهيون، لأن قدوس إسرائيل عظيم وصدقي.